قدوميها قولها شعب كي جمهورية الصومالية يوم مسؤولين كلا ايا كاقب غلي مناسبات لغو حسي سند قردي تضبيا فرتناد كسو وريغتي اساس كي عيدا كاسلوب الصومالية دا. عبد الرشيد نور إبراهيم ايا وركان انوفا فاهنيا مناسبتنا اللي جو حسي سنة جورة دي أفرتني تضباد كسر ورجتي مركي لا أساس أي عيد كأسلوب الصومالية دوما تلاقو قبتي حبس قد حي حمر يا وحقق بجلاء مسؤولين تهسد حد الجلاء الدولة ده تلي عش عيد ماذا قلب كسداء يمرت شرف كله أيضاً مناسبة رباية إيهيس ودنيا هو كهلا يوح قبط كي يهر مركا أي سميين عيدن كأسلوب تقصو بندقاي هوبالادا أنكد عيدن كأسلوب الصوماليات قدوميها أورك هوين كقرن كصوماليات بطول الشيخ أحمد قبلة أيهم بليو ديرتاي عيدن كأسلوب الصوماليات حسكا سنة قردو دا أفرتني تضبات مركي ديدا بدل لو تهجي تليها عيدن كأسلوب الصوماليات سرية قود بشير محمد جامع أيا قيبها كالدوان عيدن كأدري حنباليو ساقونا كشيكيي خور مركا عيدن كأسلوب الصوماليات أو كتلاب سدي مدوين كي دنبه إيو عقبديه لسو قدبونا دي مدن قدومي اسكتاسيغا يستاشغا هيلا خانكا يبوشلا وحن نوبر برسعلي سوعين تحرير كيسكاسي يقوار قصي ولالها عيدن كان ورهد عالمي كوا غوبانيد يا دوالكا عن مصاحبة بناي ساسوغين عيدن كاسلوطة صومالية ورسل رسمي وسوع عشتي مقام كيسي ورهد عيلين عيدن مدى يهيادها بيجيسا حراليها قود قرن كدكتور أحمد علي الظاهر يغزير كعدالة دي حكومة الصومالية عبد الله أحمد جامع الكجير أياهم بليه ودري عيدن كأسلوب الصوماليات وحا أينا شيغان إن بهد عدالة دا أي وضان مدوين كان دنبه ددال لأهر مرينيت هم بليه لبعض ومدري يا رمضي سلاحيه انتنا في كيسة هي أمة الصومالية ومركة أدبيني نفارتان ومدر كوبان وكوكي سدي هونتي عيدن كأسلوب الصومالية مناسبة عفتن عفتن مولدة عيدن مواقسو شريو عمبريو قارة إيجي حاسكو لقلسكو ده إيلا كركي في كوكار سيو برواقو لبشو وحتي أبا نرفصي وحتي أبا لغطي وانتو عمرينا إيه دكتور إبراهيم إلا سليمان قدوميها محكمة سري أيار دمان قيبها كالدوان عيدن كأسلوب تأجيذيي حنباليو إستغونا شاقي إنو سعودو دادالو بادن أو لغو تيينا يو عيدن كأسلوب تصوماليه دا كاليه عيدن كا كوحيقين لديسا فاليسكا سراكيشا سراكي حجينتا أسكرتا دبليدا ميكا سيشورتو إنتا دوكشوغا إنتا لمقريسا حنباليا بادلين وانتو حنباليين إنا سنبورة تطبيطران وحانا هاي إذنك برينا سنة كسنة تكيغا إذنك وانتحار إذا أعلمات تلتا ميكا وانا سنة تشوغا إذن إلا هاي ستين كلمة أيا إلاك برينا وحان قبار إن وجد خرمر صعدة وعيدة كسلوك وصمين أيوه قدومي كحجين كلابات قلها الشعب كمهد عبد الله عود يو أبشر محمد أحمد أبشر بقاري وآه قدومي كحجين ككوات أقل كسرة أيهم بليه أدري عيدا كأسلوب الصوماليات قيبه هذا كل دوان. نجرا وحلي يا رهضة أمدت كرول مورس كليرا الجود الصومالي وحنا يلو منك قلادتني صومالي كل عي إلا ويفنع نجعيه. إن لو أيوة سبورتس كانت عليها هاي إن أو كحلة تايرسين هاي إن لو أيوة عيد الأدروج عليها هاي إن لو أيوة ما سياسة أدروج عليها هاي ما كواحد رجينا يا وارس الصومالي يومي وحوي هل كان وحال صوب اللي وحور آدي آد قبل عرف أو لوجاري متكارب قدوميها قولها شعب كمدن محمد شيخ عثمان جواري اياهم بليو ادري عيدا كأسلوب الصوماليات قيبه وذكر دوان السقونة المامة ان بهذا عدالة دي تلسك عيدا كأسلوب تا لوغا باهاي هاي ان ايلاليان حقوق دا موادن كالصوماليات ووسينا يو دستور كقرن كمحبوس كالسنة اللو سميو قل تحراعه حنباليو بلعان mandu hamjeni ngada man ini ka asluga ini kan ini ke Somalia okami lah ini waktu ke Somalia seperti apa yang melar komanda dan rain kio
فرحات أي كنت ذاتك سادة هذه الوالة ومارمان أن حبوس كسر إنه لي هي قل سي كالتن أه أو ماني وضع يعني كالتن أه أما بشي مر أما لولي في رمال مد مد لوقي ميو مدى كان إشيومين مصرح بعدما ما حاس سببين سببت أقرين تنتقى سيء سببين أما تقول فكا وصور سببين ما مير ما يعني مير ما مش كوك قريبة أحمي ما أبون درع هيسا وسميو سنروغين ليس دلدي تهي ليس دباتة وقيسية قاشو إن ذا قام يسيب قال كاسي أيقع أو أسلوب إيوه هاي رالينسا أي سجوتا أقيم أيان أي على قوم ما إن لا تشوف ugu dambeyntii ayaa waxa halkaasii lagu gudoonsiiyay hadiyada qaali ah madaxda qaarkood oo ugu horeeyo gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaare dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaare ayaa waxa uu kormeeray xarunta warshada iyo tababarada dhismaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo maxabiista ku xiran xabsiga dhexe xamarka oo ka xaguraysay xaaladda ay ku sugan yihiin asigoona taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ku bogaadiyay dadaalada horumarineed ay wadaan muddooyinkan dambe Cabdirashiid Nuur Ibrahim Televisionka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho